حقيقة الاعتقاد عند علماء الشيعة، وأقول علماء الشيعة أولا لأنهم في التواجد الزمني أقدم من تواجد أهل السنة. الموجود عند علماء الشيعة والمحقق في تآليف الشيعة وفي كلامهم حول أي معتقد إسلامي يجد أنهم يتمسكون بالدليل ويتمسكون بكلام سيد الخلق رسول الله صلى الله على حضرته وآله، أو الإمام المعصوم من بعد سيد الخلق رسول الله، وهو في سلسلة كلامه يقول حدثني أبي عن جدي عن كذا عن أمير المؤمنين علي عن رسول الله إلى آخر هذه السلسلة المسمى عندهم بالسلسلة الذهبية، يعني مش جايبين حاجة من عندهم. أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، ليس للشيعة معتقد وليس للشيعة رأي في بشرى، إنما الشيعة يعتقدون في كلام وصلهم عن رسول الله، الشيعة يعتقدون في بشرى منقولة عن سيد الخلق رسول الله. يبقى ليس عندهم لا اعتقاد وليس عندهم بشرى نابعة منهم أو من مشروعاتهم، إنما هم نقلة للنصوص